بائع الموت. سنة 2007 كان بقالي فترة محدش بيطلبني في أي أعمال سينمائية، لحد ما اتعرفت على المنتج السينمائي صاد ضاد. كان عايزني في فيلم ومضيت معاه البطولة. واداني عربون، وبعدها اتفقنا على بداية التصوير في قبرص. وفعلا سافرنا وصورنا أول يوم، وتاني يوم وإحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزة أخرج واستفيد باليوم، أخدت الكاميرا معايا عشان أتصور. وأنا خارجة من الأوتيل قابلت صاد ضاد خارج ومعاه شنطة في إيده، ولما سألته انت رايح فين قال لي انه هيقابل ناس اصحاب. طلبت منه ياخدني معاه عشان انا معرفش اي مكان في قبرص، وفعلا خدني معاه. بس قبل ما يدخل لاصحابه طلب مني اتفرج على الاماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت اصور بالكاميرا المناظر الطبيعية اللي في المكان، خدت كم صورة وقلت أدخل أشوف. لما قربت لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه، اللي اكتشفت إن فيها فلوس. والشنطة التانية أول ما فتحوها قدامي ما صدقتش اللي شفته، مخدرات.